يكون معطينا إشارة نتاع طلاقة نتاع قافلة متواضعة مساهمة منا المنكوبين ولاية بشار. هذه المساهمة اللي كانت تقريبا من المحسنين وسكان هذه الولاية اللي هما يعني معروفين بالكرم نتاعهم وبالشيء نتاعهم، وإن شاء الله راح يكون فيها يعني مساهمات أخرى لهؤلاء المتضررين. اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري ستقوم بإطلاق قافلة تضامنية نحو ولاية بشار للمتضررين جراء الفيضانات، متمثلة في أفرشة وأغطية وكذلك مواد غذائية وعدة أدوية إن شاء الله ستصل إلى مستحقيها.